الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الدارسين في الموضوع رقم 8 بعنوان التسويق الأخضر وسلوك المستهلك. لو نظرنا مع بعض كده إلى أولا ما هو التسويق الأخضر؟ هنجد هناك عدة تعريف لمفهوم التسويق الأخضر. ضمن هذه التعريف تعريف كان في عام 1976، وهذا التعريف ينص على أن التسويق الأخضر عبارة عن دراسة للنواحي الإيجابية والنواحي السلبية لأنشطة التسويق على كل من التلوث واستنزاف الطاقة والموارد الطبيعية. يبقى ده التعريف اللي ظهر عام 1976، ثم جاء بعد ذلك تعريف آخر في عام 1993، وهذا التعريف يعني مضمونه أن التسويق الأخضر ما هو إلا تطبيق الأدوات التسويقية لتسهيل عمليات التبادل التي تلبي أهداف المنظمة والأفراد بأسلوب يحافظ ويحمي البيئة الطبيعية. وبعد قراءة لعدة تعريف عن التسويق الأخضر تمكنا من صياغة هذا التعريف، وهو أن التسويق الأخضر عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها المنظمة تتضمن التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة وتطوير عناصر المزيج التسويقي، الفور بيز اللي هو المنتج والسعر والمكان والترويج. أن نمارس عناصر المزيج التسويقي بأسلوب علمي، والأسلوب العلمي يقتضي أن يكون هناك تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة، بحيث نستطيع أن نحقق توازن بين أهداف المنظمة. طب المنظمة عايزة إيه؟ عايزة تبيع وعايزة تحقق ربح، وبين أهداف العملاء. طب العميل عايز إيه؟ عايز إنه السلعة تفي بحاجته أو تشبع حاجته. يبقى حضرتك لو قدرت تعمل توازن ما بين أهدافك أنت كمنظمة وهي الربح، وأهداف العميل وهو تحقيق الإشباع، ويضاف عنصر آخر إلى هذين الهدفين، وهو أن نحافظ على البيئة للأجيال القادمة. ويمكن هو ده البعد البيئي في التعريف، إنه الشركة لابد أن تسعى إلى إشباع حاجة العميل وتحقيق ربح، وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة للأجيال الحالية والأجيال القادمة. تلاحظ حضرتك بقى إنه التسويق الأخضر بيعتني بدراسة تأثير الأنشطة التسويقية على البيئة المحيطة، وبالتالي لابد أن تضاف البيئة إلى غيرها من المتغيرات التي تؤثر في تصميم عناصر المزيج التسويقي. يعني إذا كنا بنقول في عوامل داخلية وعوامل خارجية ومتغيرات داخلية أو متغيرات خارجية، لابد أن نعتبر البيئة متغير حاكم وهام جدا يجب أخذه في الحسبان عند ممارسة أنشطة التسويق. التسويق الأخضر يعني
إدراج أو إنه البعد البيئي يبقى ضمن الاستراتيجية العامة للمنظمة، مش بالصدفة كده إحنا بنهتم بالبيئة، ولكن لا، تدخل البيئة كمتغير رئيسي ضمن استراتيجية المنظمة. لابد أن نمارس التسويق الأخضر بالأسلوب العلمي، والأسلوب العلمي يقتضي ممارسة وظائف الإدارة سواء كانت التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو التنسيق أو الرقابة. بيعتمد التسويق الأخضر على إنه إحنا في بعدين أساسيين لابد أن نعتني بهما، إنه الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، ثم الاستخدام الرشيد للموارد. يعني حضرتك بتحاول إنك تستخدم الموارد المتاحة استخداما رشيدا، وفي نفس الوقت تترك قدرا من البيئة النظيفة للأجيال القادمة. بعض الكتاب الحقيقة في موضوع التسويق البيئي أو الأخضر، بعضهم أشار إلى أن التسويق الذي يعتني بالبيئة المحيطة به يمكن تسميته التسويق البيئي، والبعض الآخر استخدم مصطلح التسويق الكوني، والبعض استخدم مصطلح التسويق المستدام، والبعض الآخر استخدم التسويق الأخضر. الحقيقة أنا أميل إلى استخدام مصطلح التسويق الأخضر، وهو دلالة على صداقة البيئة. ثانيا، مراحل التسويق الأخضر. الحقيقة بعد مراجعة لأدبيات التسويق الأخضر، يمكن أن نقول أن هناك 4 مراحل رئيسية مر بها التسويق حتى يصل إلى مرحلة الخضار، ونقدر نقول إحنا عندنا تسويق أخضر. المرحلة 1، ودي اسمها كده عدم إدراج القضايا البيئية ضمن استراتيجية التسويق، مضمونها إيه؟ إنه لغاية عام 1000 أو لغاية السبعينيات، يعني لغاية حتى فترة السبعينيات، لم يهتم التسويق أو أنشطة الإنتاج بالآثار المترتبة على البيئة المحيطة، يعني لم تظهر البيئة في الأنشطة التسويقية حتى فترة السبعينات. الله، يعني الفترة ما قبل السبعينات كان هناك إهمال من قبل المنظمات بالقضايا البيئية؟ نعم. طب ليه؟ لأنه القوانين في ذلك الوقت كانت ضعيفة، ولم تحتوي على نصوص، هذه النصوص تتضمن فرض عقوبات أو غرامات على المنظمات التي لم تحافظ على البيئة. زيد على كده حضرتك إن القوانين في هذه الفترة كانت عبارة عن إيه؟ مجرد خطوط إرشادية لتحسين أداء المنظمات وليست إلزامية. المنظمات في هذه الفترة لم تكتفي بتجاهلها للبيئة، لكنها قامت ببعض الأفعال التي تصور للناس مدى اهتمامها بالبيئة في الوقت اللي بتقوم فيه بإحداث أضرار بالغة للبيئة. إزاي؟ مثلا بعض منظمات الأغذية المحفوظة تبنت حملات للتبرع لصالح الطبيعة، ده شيء طيب وعظيم، بس في نفس الوقت تقوم فيه هذه المنظمات بالقضاء على حيوانات الدولفين واستخدامها في صيد أسماك التونة. يعني خلي بال حضرتك هنا من النقطة المهمة دي، إنه في الوقت اللي هي بتتبرع فيه لصالح الطبيعة،
لتقضي على حيوان الدولفين وتستخدمه في صيد أسماك التونة. الله، طيب شوف التناقض العجيب. يبقى هنا المنظمات لم تكتفي بإن هي تتجاهل الأنشطة أو تتجاهل تأثير أنشطتها على البيئة، لا، تصور للناس أنها مهتمة بالبيئة في الوقت الذي تحدث فيه أضرارا بالغة لهذه البيئة. أما الخطوة أو المرحلة رقم 2 في مراحل التسويق الأخضر بعنوان التبني الحذر لاستراتيجية التسويق الأخضر. بالحقيقة بدأت هذه المرحلة في منتصف السبعينيات، وخلال هذه الفترة انعقدت ورشة عمل في مقر الجمعية الأمريكية للتسويق بأمريكا أو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الورشة كانت بعنوان التسويق الإيكولوجي. ويمكن هنا جمعية التسويق الجمعية الأمريكية للتسويق حرصت على إنه هذه الندوة يحضرها يعني فئات متنوعة من الأكاديميين والممارسين لأنشطة التسويق وصناع السياسة العامة. طيب الهدف من هذه الورشة كان إيه؟ إنه هذه الفئات المختلفة من الأكاديميين والممارسين لأنشطة التسويق وصناع السياسة العامة يجلسوا معا ويقوموا بتحليل ودراسة تأثير الأنشطة المختلفة على البيئة الطبيعية. انتهت الورشة إلى إيه؟ إنه ظهر أول كتاب عن التسويق البيئي في عام 1976، ثم بعد ذلك توالت المؤلفات التي ناقشت علاقة الأنشطة التسويقية بالبيئة الطبيعية. المنظمات في هذه المرحلة اضطرت إلى إدراج البعد البيئي في استراتيجياتها التسويقية. ليه؟ كاستجابة، خلي بالك، هو هنا حدث اضطرار. يعني هي أجبرت إن على أن تدخل البعد البيئي في سياساتها واستراتيجياتها التسويقية كاستجابة لإيه بقى؟ لمواجهة القوانين الحكومية والجماعات البيئية. وقامت الكثير من المنظمات بتوجيه جهودها في مجال البحوث والتطوير من أجل إيه؟ خلق مميزات بيئية للمنتجات بتاعتها تتوافق مع القوانين والتشريعات. فنجد مثلا إنه شركات إنتاج السيارات قد قامت بالتوصل إلى أساليب فنية للتحكم في العادم، ما يبقاش نسبة التلوث من عوادم السيارات كثيرة. مرحلة رقم 3، التبني الواضح لاستراتيجية التسويق الأخضر. وبدأت هذه المرحلة في منتصف الثمانينات، وهنا الحقيقة نجد أن المنظمات اتخذت خطوات حقيقية ومنظمة للحفاظ على البيئة. يعني نقدر نقول إنه خلال هذه الفترة اللي هي منتصف الثمانينات حدث تعاون مشترك بين المنظمات والجماعات البيئية والمشرعين البيئيين، يعني كل من هو مهتم بالبيئة، على عكس المرحلة السابقة التي سادها الصراع والتعارض بين هذه الأطراف. لا، في هذه المرحلة هناك تعاون حقيقي واضح بين الأطراف المعنية بالبيئة. ورغم التحول الإيجابي الذي شهدته هذه الفترة في فلسفة المنظمات تجاه المواقف البيئية، إلا أن معظم هذه المنظمات ما زالت تتعامل مع الاهتمامات البيئية وقضايا البيئة على أنها مشكلات تحتاج إلى حلول، مش بس كده، وقيود أيضا يجب التغلب عليها، وليست فرص تسويقية
يجب اكتشافها والعمل بفعالية لاستغلالها. بتيجي المرحلة رقم 4 والأخيرة، ودي بعنوان التأسيس المتكامل لاستراتيجية التسويق البيئي. وبدأت هذه المرحلة في بداية التسعينات وحتى الآن، والحقيقة فيها في هذه المرحلة يعني بدأت المنظمات تسعى وتحاول أن تخلق نوعا من التوافق بين المنتجات التي تقدمها وعملياتها الإنتاجية من حيث أدائها البيئي، وبين متطلبات المستهلكين وبقية الأطراف الأخرى. علاوة على أن هذه المرحلة شهدت انتشارا للوعي البيئي على كافة المستويات الإدارية داخل هذه المنظمات، وبدأ يكون هناك اهتمام حقيقي واهتمام يعني نقدر نقول عليه في غاية، يعني بدأ الاهتمام يظهر بشكل واضح في استراتيجيات المنظمات من حيث الأثر المترتب على البيئة. تأثير عمليات التصنيع، تأثير عمليات الإنتاج، تأثير عمليات التسويق، تأثير الاستهلاك على البيئة المحيطة. هنا يمكن حضرتك هتاخد بالك كده من هذا الجدول، بنفرق فيه بين التسويق التقليدي والتسويق الأخضر. عوامل المقارنة، أول عامل عندي شركاء التبادل. في التسويق التقليدي كان شركاء التبادل المنظمة والعميل. في التسويق الأخضر لا، بدأ يخش شريك آخر، وهو إيه؟ البيئة المحيطة. مش بس القصة قصة منظمة وعميل، وإن القصة إدي العميل السلعة اللي هو عايزها. ما هو ممكن أدي العميل السلعة اللي هو فعلا عايزها والتي تحقق له أقصى إشباع ممكن، لكن ممكن يكون لها تأثير سلبي على البيئة. يبقى الشركاء هنا المنظمة والعميل والبيئة. الأهداف في التسويق التقليدي إرضاء العميل وتحقيق أهداف المنظمة. يعني المنظمة عايزة إيه؟ عايزة تكسب. طب هتكسب إزاي إذا استطعت أن تشبع حاجة العميل؟ لكن في التسويق الأخضر الأهداف إرضاء العميل، ماشي، تحقيق أهداف المنظمة، جميل. طب والتالتة إيه؟ تخفيض الآثار السلبية على البيئة. وبالتالي بقى العنصر الثالث مسؤولية المنظمة. مش التسويق التقليدي كانت مسؤولية المنظمة اقتصادية، يعني هاو تو وين، إزاي تكسب، إزاي حضرتك تحقق ربح، إزاي حضرتك تغطي التكاليف وتحقق عائد. في التسويق الأخضر لا، مش بس ربح، وإنما هناك بعد آخر اجتماعي، وهو التأثير على المجتمع والبيئة. مجال التسويق، التسويق التقليدي من المصنع إلى استخدام العميل للمنتج. لا، هنا مجال التسويق أوسع بكثير، من أول ما تحصل حضرتك على المواد الأولية. هل المواد الأولية دي صديقة للبيئة ولا ما هيش صديقة للبيئة؟ طيب بنصنعها بأسلوب برضو لا يؤثر سلبيا على البيئة ولا لا؟ طب العميل بيستهلك وناتج استهلاكه يؤثر على البيئة ولا لا؟ يبقى خلي بالك هنا من المورد لفين بقى للعميل. المطالب البيئية، التسويق التقليدي مراعاة المتطلبات القانونية، يعني سلعتي تبقى متمشية مع قوانين. لكن في التسويق الأخضر بقى، بالإضافة للمتطلبات القانونية، يتم التصميم من أجل البيئة أيضا. يبقى خلي بالك مثلا هنا، بالإضافة للمتطلبات القانونية اللي هي في التسويق التقليدي، بيضاف عليها التصميم من أجل البيئة. ومعلش في الجدول هنا في الجزئية دي، بالإضافة للمتطلبات، لا هي المفروض القانونية، فصلحها من فضلك، مش المتطلبات البيئية. يعني المطالب البيئية تاني كده، في التسويق التقليدي مراعاة المتطلبات القانونية. طب في التسويق الأخضر هتبص لها حضرتك، بالإضافة للمتطلبات، لا القانونية وليست البيئية، يتم التصميم من أجل البيئة. مجموعات الضغط،
العلاقة بينها وبين المنظمة هنا اتجاهات سلبية. هذه المجموعات المهتمة بالبيئة دائما هتكون في حالة خلاف مع المؤسسات التي تقدم تسويقا تقليديا لا يأخذ البيئة في الحسبان، لكن مجموعات الضغط بقى في التسويق الأخضر بينها وبين المنظمة علاقات تعاون ومشاركة. ثالثا، فوائد التسويق الأخضر. الحقيقة لما الشركة أو المنظمة تتبنى الفكر الأخضر في أنشطتها التسويقية، هذا يحقق عدة مزايا أو فوائد. تحسين سمعة المنظمة، لا شك أن المنظمة عندما تطبق مفاهيم التسويق الأخضر وتتعامل في منتجات تشبه حاجة العميل، وفي نفس الوقت تأثيرها يكون إيجابي على البيئة، لا شك إنه ده هيحقق لها سمعة طيبة في الأسواق، لا سيما مقارنة بمنظمات أخرى لا تهتم بالبيئة. وبالتالي بقى حضرتك هنا لما أنا عندي منظمتين وكل واحدة بتقدم سلعة معينة نفس المزايا واحدة، لكن المنظمة الأولى بالإضافة للمزايا سلعتها إنه عندها سلعتها سلعة صديقة للبيئة، لا شك إنه العميل هيقبل على هذه المنظمة، وبالتالي هتزداد فرص البيع بالنسبة لهذه المنظمة، ومن ثم الحصة السوقية هتزيد، ومن ثم قيمتها في السوق وقيمة أسهمها هتزيد. إذا التسويق الأخضر يحسن من سمعة المنظمة في السوق، وإذا تحسنت سمعة المنظمة في السوق ده هيساعدها بشكل كبير في تسويق المنتجات، تحقيق أرباح كثير. أيضا نفس الكلام إنه استخدام الأساليب الإنتاجية مرتفعة الكفاءة والتي تعتمد على مواد خام أقل أو معادة التدوير أو قابلة للتدوير بعد كده لما تبقى منتجات أو توفر في الطاقة، ده من شأنه أن إيه؟ يحقق وفرات في التكلفة ومن ثم أرباح أكثر. تحقيق الميزة التنافسية، إنه سلعتك لما يكون فيها حضرتك كده البعد البيئي، يعني توفير في الطاقة، توفير في سواء كان طاقة يعني كهربائية، سواء كان موارد مائية، سواء كان طاقة بالنسبة للوقود، المهم فيه توفير، لا شك إنه حضرتك هتقبل على المنظمة التي تقدم لك منتجا يحقق لك وفر أو يحقق لك ميزة. المنتج ده في حد أو الميزة دي في منتج الشركة هي تعتبر إيه حضرتك؟ تعتبر ميزة تنافسية مقارنة بالمنظمات الأخرى. تقديم المنتجات الأفضل، طبعا قيام المنظمة بتبني الفكر البيئي أو التسويق البيئي هيجعلها دائما وأبدا في حالة حراك، في حالة بحوث، في حالة تطوير، علشان تقدم ما هو أفضل للمستهلك الواعي بيئيا او المستهلك الاخضر، ومن ثم اجراء التحسينات البيئية المستمرة على منتجاتها سواء بخصوص الاسعار او الاداء او الملائمة او الامان، حتى تحقق هذه المنتجات افضل اشباع ممكن مع عدم الاضرار بالبيئة. الحوافز الشخصية، هتبص تلاقي هنا انه التسويق الاخضر بيقدم فرصة عظيمة جدا لمين؟ للمسؤولين بالشركات، ان هم يثبتوا يعني إثباتوا الذات، إنه حضرتك لما تقدم للمجتمع سلعة بتحافظ على البيئة ده حافز شخصي أنك قدمت قيمة وساهمت بدورك في الحفاظ على البيئة، دي حوافز شخصية. رابعا، العوامل المؤثرة على تطبيق التسويق الأخضر كثيرة، عندي عوامل داخلية مثلا المسؤولية البيئية للإدارة. لما الإدارة بتاعة المؤسسة اللي هي الإدارة العليا تحديدا، واحنا عارفين دي هي تعتبر إيه؟ تعتبر السلطة التشريعية في المنظمة، هي التي تسن القوانين واللوائح التي تسير أعمال المنظمة. لما تتبنى الفكر البيئي لا شك هنا ده هيجعل كل المسؤولين في الشركة يعملون بجهد وبجدية لتطبيق الفكر البيئي. يبقى العلاقة هنا طردية ما بين إيه بقى؟ الوعي البيئي للإدارة العليا
والارتقاء بمستوى التسويق الأعلى. كل ما كان الإدارة العليا عندها وعي بالبيئة وقضايا البيئة، كل ما ده ساعد على الارتقاء بمستوى التسويق الأعلى. مصدر القوة لمؤيدي التحولات البيئية معناها إيه؟ كل ما كان الأشخاص اللي عايزين يطبقوا الفكر البيئي داخل المنظمة، كل ما كان هؤلاء الأشخاص كثيرون ويشغلون مناصب وظيفية مرموقة ومعاهم سلطة، كل ما كان تأثيرهم على الآخرين تأثير قوي في الاستجابة للمطالب البيئية. التخصص معناها إيه برضو؟ عايز يقول لي وجود الوظائف البيئية المتخصصة والموظفون المتخصصون في شؤون البيئة داخل المنظمة هيساعد على الارتقاء بمستوى التسويق الأعلى. المركزية، كلما اتجهت المنظمة لتطبيق المركزية في الإدارة، كلما قلل ذلك من إيه بقى حضرتك؟ من فرصة تطبيق التسويق. والعكس صحيح، لأنه التسويق الأخضر عايز الديسنتراليزيشن، عايز اللامركزية، عايز يبقى فيه مساحة من الفكر لدى الموظف إنه يفكر ويبدع ويبتكر، ميبقاش فيه قيود على ذهنه وقيود على أدائه الوظيفي. هذه القيود تكبل أفكاره وتجعله يعني لا يفكر، هو مجرد منفذ فقط. فإذا كلما طبقت الإدارة اللامركزية، كلما ساعد ذلك على الارتقاء بمستوى التسويق الأخضر، وكلما طبقت المركزية كلما قلل ذلك من فرص تطبيق التسويق الأخضر. الوعي البيئي لرجال الإدارة أظن العلاقة طردية، كل ما كان رجال التسويق عندهم وعي بقضايا البيئة والتزام ذاتي ورغبة مرتفعة في التجديد والابتكار، كلما أدى ذلك إلى الارتقاء بالتسويق. العوامل الخارجية، المستهلكون، خلي بال حضرتك المستهلك هنا كل ما كان وعيه البيئي بيزداد، كلما شكل ذلك ضغطا على مين؟ على المؤسسات والمنظمات في تبنيها للفكر البيئي. والعكس صحيح، المنافسة، لما تشتد المنافسة وتحتدم بين المؤسسات في مجال الاهتمام بقضايا البيئة، ده هيخلي المنظمة تهتم بالبيئة. مش كده ليه؟ يعني كل ما كان هناك الكثير من المنظمات التي بدأت في تنفيذ الفكر الأخضر أو التسويق الأخضر، كل ما كثر عدد هذه المنظمات، كلما ساعد ذلك على الارتقاء بتطبيق التسويق الأخضر. يعني إحنا عندنا مثلا شركة إيفريدي لما أنتجت البطارية الخالية من الزئبق، هي عملتها ليه؟ نتيجة قيام شركة فارتا المنافسة لها بإنتاج هذه البطارية. يعني خلي بالك إيفريدي هنا عملت البطارية بناء على إيه؟ على قيام شركة فارتا المنافسة بإنتاج هذه البطارية. فكل ما كانت المنافسة في مجال الحفاظ على البيئة قوية، كلما ساعد ذلك على انتشار وتطبيق وتنفيذ التسويق الأخضر. التشريعات الحكومية، أعتقد لما تبقى هناك تشريعات حكومية قوية في مجال الحفاظ على البيئة وفي مجال المطابقة البيئية، كلما ساعد ذلك على الارتقاء بالفكر البيئي. وبعدين هتلاقي عندنا مثلا في مصر، في عندي جهاز لشؤون البيئة ووزارة دولة لشؤون البيئة وعدة قوانين وتشريعات لحماية البيئة، فده بيخلي النهاردة إنه عشان حضرتك تعمل مشروع لازم تجيب المطابقة البيئية. فكل ما كان عندك قوانين صارمة وقوية تنظم التوافق البيئي، كلما ساعد ذلك على انتشار وتطبيق الفكر. الجماعات البيئية، دول جماعات ضغط، كلما انتشرت في المجتمع أو كلما انتشر في المجتمع الجماعات أو الجمعيات التي تهتم بشؤون البيئة، كلما ساعد ذلك على تطبيق الفكر البيئي. المؤسسات المالية وشركات التأمين، البنوك لما تشترط في تقديمها للقروض للمشروعات المطابقة البيئية، يبقى المؤسسة لازم تقدم المطابقة البيئية وتهتم بالبيئة. شركات التأمين
لما تشترط على الشركات انه عشان نأمن على نشاطك ضد كذا وكذا وكذا لازم حضرتك تكون صديق للبيئة، يبقى حضرتك هتتبنى هنا الفكر البيئي. فكلما اعتنقت المؤسسات المالية التي تقدم قروضا للمشروعات وشركات التأمين التي تؤمن على المشروعات اللي اعتنقت الاهتمام بالبيئة، كلما ساعد ذلك على تطبيق الفكر البيئي. المستثمرون أيضا أصحاب رأس المال لما يتبنوا الفكر البيئي فده هيساعد على إيه؟ على تطبيق التسويق البيئي. إن اهتمام المستثمرين الواعين بيئيا بتوجيه استثماراتهم للمنظمات المسؤولة بيئيا من شأنه أن يزيد من عدد هذه المنظمات حتى تجذب الكثير من المستثمرين المهتمين بهذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بمستوى التسويق البيئي. الجماعات البيئية، واحنا قلناها انه لما اهتمام وسائل الاعلام المختلفة بقضايا البيئة وبالاداء البيئي لانشطة الشركات يشكل قوة ضغط كبيرة على هذه الشركات للاهتمام بتأثير انشطتها على البيئة. يعني كل ما كان هناك اهتمام من وسائل الاعلام سواء كانت المقروءة أو المرئية أو المسموعة، كلما أدى ذلك إلى قيام الشركات بالاستجابة والاهتمام بالتسويق البيئي. مشكلات تطبيق التسويق الأخضر: 1- التحدي الفلسفي لمفهوم التسويق. احنا عندنا المفهوم الحديث للتسويق بيقول ابدأ بالمستهلك وشوف هو محتاج ايه وقدم له السلعة اللي هو بيحتاج اليه. الحقيقة التسويق الاخضر بيوجه 4 انتقادات رئيسية للمفهوم التسويق. عدم الواقعية، فبيقول لي هو ايه عدم الواقعية؟ معناها ايه اذا كان المفهوم التسويقي مفهوم عملي وفعال؟ الله، فلماذا كانت هناك العديد من القضايا القانونية ضد المنظمات؟ وليه هناك حاجة لظهور حركة الدفاع عن حقوق المستهلك؟ أيضا النقد الثاني لمفهوم المفهوم التسويقي إنه مفهوم سلبي. بمعنى إيه؟ إنه قيام المنظمة بإشباع حاجة ورغبة العميل ده مش مبادرة منها، وإنما يمثل رد فعل منها وليس كمبادرة لتوجيه هذه الحاجات والرغبات. يبقى أنت لما حضرتك هنا أنت كمنظمة لما بتقدم وسائل إشباع أنت بتستجيب لإيه؟ أنت بتستجيب لحاجة العميل، فلولا ظهور الحاجة عند العميل ما استجبت. فعايز يقول هنا إنه مفهوما سلبيا، أنت هنا لست مبادرا وإنما أنت هنا رد فعل. أيضا المفهوم التسويقي يمثل يعني مستحيل التحقق. ليه؟ لأنه بيفترض أن المستهلكين على دراية جيدة بالمنتجات الموجودة في الأسواق، ولا يمكن أن يتسببوا في إحداث أي ضرر لأنفسهم أو للغير، وهذا الافتراض يفتقد الكثير من المستهلكين. في ناس كتيرة ما عندهاش فكرة بالمنتجات الموجودة، في ناس كثر يعني أو عدد كبير من الناس ممكن هو بيستهلك السلعة يسبب أضرار لنفسه وأيضا للغير. يعني مش كل المستهلكين عندهم وعي كبير بالمنتجات الموجودة في الأسواق وكيفية الاستخدام وكيفية التعامل إلى آخره. أيضا من النقد الرابع أنه مفهوم سيء التوجيه من قبل الشركات. ليه؟ لأن الجهود الترويجية بتستخدم لإيه؟ لخلق هنا إيه؟ رغبة العميل في الشراء. بس إيه رأيك بقى إن لم تقترن هذه الرغبة بالقدرة فلا قيمة لها، ده بالعكس ممكن تسبب حالة من الإحباط للعميل. المشكلة التانية تحديد المقصود بمفهوم الخضار. مفيش منتج كامل الخضار يعني 100% صديق للبيئة، فإذا الخضار أو صداقة البيئة مفهوم نسبي. ليه؟ لأن كل المنتجات بتستخدم طاقة وتستخدم موارد وينتج عنها مخلفات وتلوث أثناء عملية التصنيع والتوزيع والاستهلاك. عشان كده الخضار مفهوم نسبي،
بيشير إلى إيه؟ وصف المنتجات قليلة التأثير السلبي على البيئة مقارنة بالبدائل الأخرى. يبقى من ضمن المعوقات التي تواجه تطبيق التسويق الأخضر المقصود بالخضار، لأنه الخضار مش هتوصل إنه يبقى فيه منتج أخضر 100%. 3، كيفية إقناع المستهلك بضرورة تغيير نمط حياته. العميل عايز السلعة التي تؤدي له أفضل أداء بغض النظر بقى ما دورها على البيئة إيه، مش كده؟ يعني أنت حضرتك لو جيت بصيت كده، المنظفات التي تحتوي على فوسفات تنظف أكثر من المنظفات التي لا تحتوي على مادة الفوسفات. لكن خلي بالك، المنظفات التي لا تحتوي على مادة الفوسفات هي منظفات صديقة للبيئة. فهل العميل عنده إرادة في إنه يغير نمط حياته؟ يعني يرضى بأداء يعني ولو أقل بعض الشيء عن السلع التقليدية، لكن في نفس الوقت يحافظ على البيئة؟ يعني مسألة إنه تغيير نمط الحياة ليست بالأمر اليسير، فدي مشكلة أيضا بتواجه تطبيق التسويق البيئي، إنه هل المستهلك عنده استعداد لتغيير نمط حياته في سبيل الحصول على بيئة أفضل؟ عدم وجود إرشادات موحدة للاتصال. يمكن دي المقصود بيها هنا إيه بقى؟ إنه إقبال المستهلكين، يعني بيقول لي بالرغم من إنه انتشار التسويق الأخضر، لكن إقبال المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة لا يزال منخفضا، أو مش ما هواش بالدرجة اللي إحنا عايزينها ولا تناسب مع اهتمامهم بالبيئة. ده بيقول لي قد يكون مرجعه إيه أو سببه إيه؟ عدم ثقة المستهلكين وتشككهم في الإدعاءات التسويقية البيئية. علشان كده المنظمات هنا بتفقد فرص تسويقية ثمينة، وفي نفس الوقت بتحرم المستهلك من شراء المنتجات التي تساعد في الحفاظ على البيئة. يبقى عدم وجود إرشادات موحدة للاتصال مع العميل، أنت حضرتك بتقدم له ادعاءات، المنتج ده موفر، المنتج ده كذا، المنتج ده كذا. السؤال هنا، هل هو عنده ثقة في الكلام ده؟ عشان كده يجي بقى هنا المشكلة رقم 5، كيفية كسب مصداقية العملاء. إن قيام الكثير من الشركات باستغلال الوعي البيئي المتزايد عند المستهلكين وتقديم شعارات بيئية دون إجراء تعديل حقيقي في المنتج أو بدون إدماج هذا الوعي في ثقافة المنظمة هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى قيام الكثير من المستهلكين بمقاس الثقة. هيبقى في فقدان للثقة نتيجة عدم المصداقية، ويبقى مش هتقدر حضرتك أنت كمنظمة تؤثر فيه. إذا فقدت الثقة بين المنظمة وبين العميل، فلن تستطيع المنظمة التأثير في هذا العمل. سادسا، طرق التغلب على مشكلات التسويق الأخضر. يبقى أول واحدة بقى ضرورة إعادة النظر في مفهوم التسويق. إن التوجه بحاجات ورغبات المستهلكين وفقا للمفهوم الحديث أو وفقا لمفهوم التسويق الأخضر بيحتم على المنظمة إيه بقى حضرتك؟ أن توازن بين أهدافها اللي هي متمثلة في الربح وإشباع حاجة ورغبات المستهلكين والحفاظ على البيئة. فلا يعقل إن التسويق الأخضر يركز على حاجات المستهلك فقط أو الأرباح فقط أو الحفاظ على البيئة فقط. لا بد إن هذا المثلث اللي هو بأضلاعه الثلاثة يبقى موجود. المنظمة يبقى الربح، العميل إشباع حاجاته، البيئة الحفاظ عليه. المبادرة، إن المنتجات التي تعتبر خضراء أو صديقة للبيئة اليوم قد لا تكون هكذا غدا. علشان كده لابد أن تقوم المنظمات من تلقاء نفسها وبصفة مستمرة بعمليات البحوث والتطوير. ليه؟ عشان يبقى فيه ابتكار ويبقى فيه تجديد والتوصل إلى مواصفات بيئية أو مواصفات أكثر خضارا في أنشطتها المختلفة، بحيث تكون سباقة على منافسيها في مواجهة توقعات المستهلكين والمتطلبات القانونية والتشريعية. لازم حضرتك
حضرتك تبقى في حالة حراك علشان دائما تقدم الأفضل للعميل وللبيئة، وما تمشيش المنظمة ولا تسير بمبدأ ليس في الإمكان أفضل مما كان. لا، لابد، لأنه جديد اليوم قديم الغد، فلابد أن تطور في الأنشطة التي تقدمها من آن إلى آخر. الالتزام الذي يبدأ من أعلى إلى أسفل، مهم جدا إن الإدارة العليا توب مانجمنت تبقى هي التي تتبنى الفكر الأخضر وتقوم بنشره من أعلى الهرم إلى أسفله، الهرم الإداري، يعني الإدارة الوسطى ثم الإدارة الدولية. يبقى الإدارة العليا بتتبنى الفكر الأخضر، وبعدين تبدأ تدفع المستويات الأدنى إلى تطبيق هذا الفكر، تمكين العاملين. لابد أن تستخدم المنظمات برامج التعليم والحوافز مع عامليها عشان تزود وعيهم بقضايا البيئة، وفي نفس الوقت تمنحهم السلطة اللازمة لإجراء التغييرات المناسبة، لأن ده هيؤدي إلى تصميم وتطوير منتجات وممارسات صديقة للبيئة. مدخل الخضار عملية مستمر. السوق الأخضر سباق ليس له نهاية. بسبب إيه بقى؟ عدم توافر إجابات على جميع الأسئلة المتعلقة بالبيئة. لسه في أسئلة يعني إجاباتها مش واضحة، عشان كده لابد أن تقوم المنظمة بتصميم خط ووضع أهداف قابلة للقياس تقدر تحققها، والعمل بصفة مستمرة على تكامل وتحسين المنتجات بتاعتها. الاتصالات بيقول لي لا يكفي التزام المنظمة بقضايا البيئة. لا، لابد أن توضح هذا الالتزام للعملاء أو الجماهير. يبقى مش بس إنك أنت تبقى ملتزم بقضايا البيئة، لأ، أنت لابد أن تعلم أو تخبر أو تخطر العملاء أو الجماهير بهذا الاهتمام. ليه؟ لأن ده هيعمل إيه؟ هيكسبها الثقة والمصداقية من قبل الأطراف التي تتعامل معها.